موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري الموجز. أكد نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية القيروان الطيب الطالبي أن أشغال إنجاز المستشفى الجامعي الملك سلمان بالقيروان سيكون في شهر جويلية القادم مضيفا سنكون في متابعة لصيقة لإنجاز المستشفى لحال دون حدوث أي تعطيلات أخرى. وقال نائب طيب الطالبي في تصريح اليوم لبرنامج ريكاب ميدي على موجات إذاعة الحياة فما ماذا على إعلان مشروع الملك سلمان حوالي 6 سنوات، وهذه المدة تبنى فيها مدن جديدة في بلدان إفريقية على حد قوله. في موضوع آخر، وفي تعليقه على إخراج نائب من مقر البرلمان وإيقافه أثناء الجلسة الافتتاحية، قال النائب بمجلس نواب الشعب الطيب الطالبي كان من المفترض إيقاف النائب قبل انعقاد الجلسة وقبل دخوله البرلمان، خاصة وأنه تم المرور بثلاثة حواجز أمنية قبل الدخول لمجلس نواب الشعب. وأشار الطالبي أن النائب ليس فوق القانون، فمثل ما يطبق القانون على الشعب يطبق كذلك على نواب الشعب وفق تصريحه اليوم لبرنامج ريكاب ميديا. في موضوع آخر، انطلقت ظهر اليوم الخميس فعاليات اليوم الوطني للباس التقليدي بفضاء دار الثقافة بحفوزة بتنظيم من نادي الأطفال بمشاركة المركز المندمج للشباب والطفولة ونادي الأطفال المتنقل والمكتبة العمومية ورياضة الأطفال بالجهة وفق ما نقله مراسلنا عبد الحميد السلمي. وأفادت مديرة نادي الأطفال بحفوز حسنة جريداح أن هذه التظاهرة تتضمن معارض متنوعة وعرض موسيقي شعبي إلى جانب ألعاب ومسابقات. نحن نادي أطفال حافوز نظم اليوم يوم تنشيطي احتفالي بمناسبة اليوم الوطني اللباس التقليدي. نرحب بطبيعة بالضيوف الناس الكل أولياء وأطفال والمؤسسات المشاركة، معنا نادي الأطفال متنقل حافوز، المركز المرجعي للطفولة مبكرة درة حافوز، روضة الخطوات الأولى، المكتبة العمومية، الحضانة المدرسية الأمير النموذجي، المركز المندمج للشباب والطفولة، دار الشباب. والبرنامج إن شاء الله ثري جدا، فيه مجموعة من العروض، رقصات شعبية، ألعاب ومسابقات، تنشيط جماهيري إلى غير. قالت عضو المكتب التنفيذي لحركة الشعب ليلى حداد أن انطلاقة البرلمان الجديد كانت متعثرة على حد تعبيرها، مضيفة كنا نتمنى أن ينطلق البرلمان الجديد بتقديم رسالة قوية للرأي العام من خلال الرجوع إلى مؤسسات الدولة، لكن للأسف تم منع الصحفيين من تغطية الجلسة الافتتاحية. وتابعت حداد في تصريح لبرنامج ريكاب ميدي قائلة كان من الضروري السماح للإعلام بتغطية الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي مثلت الحدث، وكان لابد من إيصال المعلومة للرأي العام. من أخبار العالم، التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الخميس رئيسة المجلس الفيدرالي الروسية التي تزور البلاد وفق بيان للرئاسة الجزائرية. وقال البيان أن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبل في هذه الأثناء رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية الروسية دون تقديم تفاصيل حول مضمون المحادثات. نهاية هذا العرض الأخباري الموجز قدمته لكم نجلاء خليفة هاني، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وفي أمان الله.